خلينا نروح لارض الملعب تاني وزميلتنا العزيزه سالا حامد ولقاء مع احد نجوم النادي الاهلي والمنتخب ونجم من نجوم لقاء النهارده احمد هشام سيسه. اتفضل يا سالا. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وبالتاكيد بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن معي في هذه اللحظات طبعا زي ما حضرتك قلت نجم من نجوم المنتخب والنادي الاهلي وطبعا من النجوم النهارده تالقوا في مباراه اليوم امام غينيا طبعا احمد هشام سيسه. احمد هشام طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وطبعا عايز ابارك لك على اول مبارياتكم في بطوله كاس الامم الافريقيه. مبروك مبروك على النهارده على الاداء ومبروك على المباراه. شايف النهارده المباراه ازاي واداء جميع لاعبي المنتخب؟ الحمد لله انا بشكر كابتن هيثم الاول وبحييه. الحمد لله مباراه قويه، استيب مهمه جدا نبدا بيها بطوله افريقيا. ان شاء الله احنا عيننا على البطوله عشان دي بطوله مهمه جدا لان هي بتاهل الاولمبيكس، والمنافس بتاعنا ان شاء الله بنبعت له رساله يعني ان احنا جاهزين باذن الله. يعني يمكن طبعا شفنا مباراه اليوم، يعني المباراه طبعا النهارده ما كانتش صعبه، ولكن شفنا يمكن مستر باستور عمل النهارده يعني روتيشن لكل اللعيبه، كل اللعيبه شاركت. يعني شايفين طبعا الاستعداد بتاعتكم اكتر للمباريات القادمه زي في السيمي فاينل طبعا مع تونس. دي حقيقه، هو السيستم بتاعنا هو بيعمل روتيشن كتير جدا عشان اللعيبه كلها تلعب، عشان كله ياخد وقته، اللعيبه تعمل ريكفري كويس، ما حدش يبقى بيعمل حمل كبير. فالحمد لله قدرنا نعمل كل ده وقدرنا نكسب الماتش، ودي ستيب مهمه جدا. وعندنا ماتش يوم الجمعه ان شاء الله، وتبقى نمشي خطوه بخطوه في البطوله باذن الله. يعني يمكن طبعا يا احمد انه المباراه بتنظم على ارض مصر بحضور جماهيري، كل دي دوافع عليكم ان انتوا تحافظوا على البطوله اكتر، ان انتوا كمان حامل اللقب. دي حقيقه، دي احنا خدناها 2020 وخدناها 2022، وان شاء الله نوعد الجمهور باذن الله ان هي مش هتخرج من مصر وتبقى 2024، عشان دي مهمه جدا ان هي بتاهل الاولمبيكس. بس دي حقيقة، بس طبعا احنا مستنيين اكتر واكتر. من انا واحد من الناس مستني الجماهير تيجي اكتر واكتر، مستنيهم يوم الجمعة ومستنيهم في كل البطولات وبالذات ماتش تونس والفاينل بالذات يعني. فان شاء الله باذن الله يعني الجماهير تبقى مادية الصالة باذن الله. بإذن الله واشكرك جدا طبعا، وبالتوفيق ان شاء الله المباراة القادمة، وببارك لك طبعا النهاردة، وان شاء الله نشوف منك تألق اكتر من كده يا سيسة طبعا في جميع المباريات. ميرسي جدا. ربنا يخليك، وبشكر كابتن هيثم وكل الضيوف بجد. ميرسي جدا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم المباراه النهارده احمد هشام سيسه لاعب منتخب مصر وطبعا النادي الاهلي من اللعيبه المميزه. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا يكلم ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام، بشكرك شكرا جزيلا.